هنعمل ايه دلوقتي يا صاحبي؟ مش عارف، كل ما حط خطة تبوظ مننا. يبقى خلاص، سيبني انا بقى اعمل الخطة المرة دي. انت يا زغلول، ده انت ما بتعرفش تتشطر على السمك ومقضيها اعشاب. هتقدر تتشملل وتحط لنا خطة؟ انسى، ما تحلمش يا ابو الزغليل. ماشي، مفيش مشكلة، اننا نستسلم بعد ما تغفلنا مش حاجة وحشة. شارك ما بيستسلمش. المخاطر زادت في الفترة الأخيرة على المحمية، شارك وزغلول من ناحية، واللي اسمه نديم اللئيم ده من ناحية تانية. الحمل بقى كبير وتقيل على فرح وحمزة. أنا عن نفسي مطمنة لوجود فرح وحمزة جنبنا دايما. وأنا كمان دايما بلاقيهم بيظهروا في الوقت المناسب وبينقذوا المحمية من أي خطر. أنا بجد دايما بشوفهم بيعوموا بسرعة ورشاقة وكأنهم اتولدوا تحت المية. أيوة صح، اللي يشوفهم وهم بيعوموا بالحرفنة دي يفتكرهم كائنات بحرية من المحمية وليهم خياشيم. دول سباحين ممتازين وكمان بيعوموا في المية بسرعة عالية جدا، ده ممكن ينافسوني عادي، متهيألي أسرع من كل كائنات المحمية. اتكلم عن نفسك انت يا رهوان، هم أكيد طبعا مش أسرع مني. كفاية هزار، أنا جمعتكم النهاردة علشان نتفق إزاي نساعد فرح وحمزة في اللي بيعملوه معانا علشان يحموا المحمية. طبعا يا حكيم، كلنا هنا فدا المحمية. طبعا يا حكيم، كلنا هنا فدا المحمية. أنا لسه قايلة كده حالا. عارفة، بس الصراحة أنا ملقتش حاجة أقولها. لازم احنا نتفق كلنا اننا نفضل جوه شبك المحمية مهما حصل علشان ما نورطش فرح وحمزة في مشاكل جديدة. انت سامعني يا بيبو؟ انا حقيقي تعلمت الدرس ومن يومها ما خرجتش من المحمية ابدا. شاطر جدا يا حبيبي، لكن الكلام ده مش لبيبو وبس، ده للكل. مفيش حد يخرج من المحمية مهما حصل.